أود أن أشيد وأرحب وأؤيد ما جاء في مضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين بالعلاقة بين دول مجلس التعاون ومصر. مصر عمقنا الاستراتيجي، أمن واستقرار مصر جزء مهم من أمننا واستقرارنا. نحن نتطلع إلى أن شاء الله يعني تواصل مصر دورها القيادي والريادي في المنطقة إن شاء الله. كثير من البنود في جدول الأعمال، سوف تكون الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والأردن، سوف يكون هناك أيضا وزير خارجية اليمن للاطلاع على آخر المستجدات في اليمن، سوف يكون أمام وزراء الخليج أعمال اللجان كلها في كل المجالات لرفعها إلى القادة في القمة القادمة في الدوحة إن شاء الله.